احنا كان عندنا راجل فلاح حبيبنا كده كان بيشتغل معانا، كان كل ما اروح له يقول له كله من ادي الارض خدمة تديك زرع يال، فكله منه. وكان يقول لي اعلف العجل كويس يديك لحم، كله منه، مفيش حاجة من بره. ده حتى لما بيجي يدمرك بيدمرك من جواك. لما دمر الاتحاد السوفيتي، وانا قلت لك عمل ايه، جاب القيادات، بعض قيادات مهمة في الحزب الشيوعي الحاكم وجندها وفتح لها حساب في سويسرا. كل ما ينفذوا امر يتحط لهم فلوس في الحساب، وبمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي طلعوا على امريكا. يوم ما اعلن جورباتشوف اعلانه، مش عارف البوستريكا بقى، مش عارف كانوا بيقولوا عليه ايه، نسيت اسمها، هوب على امريكا، خلاص مهمتهم انتهى. فاحنا كان عندنا هنا التخريب جوانا، والناس زعلانة ان البلد شد حيلها والاجهزة البلد الامنية شديدة. يا عم ما هو شديدة علشان التخريب من جواك، لو فك ايده هتلاقي الصراصير طلعت من البلعات تدمر الاقتصاد.